معاكم ايمن محفوظ المحامي بالنقد. بنتكلم النهارده مع الزواوي. الزواوي ده اللي قال ان هو عمل اعمال سحر الفيفي عبده. النهارده هنعمل بقى لقاء سريع كده معاه وهقول له انا قرينك يا زواوي، ايه حكايه الخدمه دي يا زواوي؟ ايوه يا استاذ ايمن، عملت ايه؟ مفيش حاجه يا ريس، كل الله ان انا ليا حق وهقول تاخدوه بالخدمه بالخادم ده؟ ده قانوني. طب اعتبرني ضميرك يا زواوي وبقول لحضرتك الكلام دوت، ما ينفعش الكلام ده غير قانوني. عارف حضرتك حقك ضاع ليه؟ انا ماليش دعوه بقانون الدوله، انا بقول لك ده قانوني انا. لا انت مفيش ليك قانون، انت تفرض قانونك. الدولة على راسي من فوق. تفرض قانونك على قانون الدوله؟ قانون الدوله على راسي، وانا بفرض سيطرت على الدوله. امال ايه يعني؟ بتاخد حقك من البلطجه؟ حقي من البلطجه، مش ماسك سلاح وما ضربناش. امال بتعمل ايه؟ بتهدد الناس؟ وانا ما اقول لك يا ترجع لي حقي مش هسيبك، ده تهديد. هو الاستاذ الزواوي بيقول ان انت قلت ان هي يوم السبت لو ما عملتش كذا هيحصل كذا، ما عملتش ايه؟ يعني مين اصلا اللي بيتكلم؟ اي حد يا ايه يعني تفهم؟ مين فيفي عبده اصلا؟ مين فيفي عبده؟ مين فيفي عبده اصلا؟ مش تقدير على راسنا من فوق، بس عندها حق تبقى مدانه اصلا. وانت عرفت ان انت هو فينا عاديه زيها زي اي مواطن، فيفي عبده مش على ما سلكش الطريق القانوني ليه؟ سلكت الطريق ده؟ سلكت القانون الطريق القانوني. لا كده انت ما سلكتش الطريق القانوني، انت عندك اخطاء في طريقك. لو انت شاري حاجه قسط من حد ومضيله بيقول لك لو ما جبتش الفلوس يوم كذا هعمل فيك كذا. تعمل فيه ايه بقى؟ يروح يشتكي معاه ايثار. طب ما اشتكيتش ليه؟ انا اشتكيت مسبقا. وبعدين؟ طب هي مش هتديك حاجه. خلاص الله غالب. الاستاذه فيفي عبده انا بقول لحضرتك مش هتديك حاجه. براحتها. هتعمل ايه؟ براحتها. ما تعرفش تعمل حاجه. وما ظلمناهم ولكن كانوا طب ما تيجي قدام الناس كلها كده حضرتك توريني ممكن تعمل لي ايه؟ انا بهاجمك وبقول لك مالكش حق. وانت عملت لي ايه عشان اعمل لك؟ انا بقول لحضرتك هو بهاجمك. وانت بتهاجم من وجهه نظرك. وانا بقول لحضرتك انت مالكش حق. مش هجوم عليا على فكره. ما تعرفش تعمل حاجه. هعمل معاك طب لو كنت تعرف تعمل حاجه ما عملتش حاجه من 2017. طب واحنا دلوقتي بنتكلم في مش لسه بنقول كان في طرق سلميه احنا ماشيين فيها؟ يعني انت بقالك سبع سنين اخر خط بنلجا له. سبع سنين تقريبا بتجري ورا حقك ببساطه عشان برضه ما حدش يلومك. عشان ما حدش يلومك. ما تعرفش تعمل حاجه. والله ما والله ما تعرف تعمل والله ما اعتمد على نفسها. بس انا بقول لك مين اللي هيلوم يلوم نفسه. يعني انت بتستغل مرض فيفي عبده علشان خاطر ان انت تتاجر بيها وتظهر اديك ظهرت يا سيدي. ربنا يشفيها اولا، والشفاء من عند الله مش من عندك. بس عايز اقول لحضرتك اللي انت بتعمله ده يمثل جرائم الابتزاز والتشهير والبلطجه. ولو فيفي عبده اشتكتك ممكن حضرتك تبقى هتتحول من صاحب حق هتتحول لايه؟ لمجرم وموجود في قفص التاني. انت عارف العقوبات تصل لقد ايه؟ 15 سنه في الكلام اللي انت بتقوله ده. انا مش بحرض الاستاذه فيفي عبده ان هي تعمل ضدك بلاغ، لكن عايز اقول لك اللي انت بتسلكه دوت سلوك خاطئ يضر بالامن المجتمعي وبيكدر السلم المجتمعي وبيصير الفزع بين الناس، ودي تمثل جرائم. لا بسبب رعب للناس ولا ليه علاقه بالدوله خالص. امال ايه دعوه؟ بتقول ليه قانون لوحدك انت؟ مواطنه ليا حق عندها وانا مواطن باخد حق. تاخد حق بالقانون. لجأت للقانون يا زواوي. انا ضميرك يا زواوي، واديني قلت لك النصيحه، ولا تلومن انت الا نفسك. ومش بحرض فيفي عبده ان هي تقدم فيك بلاغ ولا حاجه، بس انا هديك نصيحه قانونيه مجانيه. وانا بقول لك لو ميت فيفي عبده ما تعرفش تعمل معاه ولا تعرف تعمل انت معاه حاجه. طيب خلاص. مع السلامه.